ابدأوا بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نور هذه الأمة وضياؤها وشفيعنا يوم الحساب. الله والله لا خير فينا إن لم نقف اليوم لندافع عن رسول الله محمد، لا خير فينا أن لم نستغل منابرنا للدفاع عن ديننا، وهم يستغلون منابرهم ونحن نتجاوز بحجة حرية الرأي، أو ليخرج أحد فينا ويقول لا تخلط الدين بالرياضة، لا تخلط الدين بالسياسة، وإن خلطوهم قلنا مش علينا، حرية رأي وهذه حياتهم، احنا عندنا حرية رأي أيضا، وسندافع ونشد على أي حراك فيه نصرة لرسول الله والإسلام. فنحن أمة عزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغير أذلنا. خير رسل ربي من به أبصرت دربي، يا شفيعي يا رسول الله أيها